الفوائد حوالينا كتيرة ومتعددة، ولكن اليوم وبهالتقرير رح نتعرف على مشروب مهم جدا لصحتنا ومهم لنتمتع بطاقة وحيوية ونشاط كتير كبير، وهو مشروب الليمون مع المي. فينا نعتبره صديق الطعام أو المشاوير أو حتى الشغل نظرا لفوائده الكبيرة ولقدرته على إمدادنا بصحة جيدة ونشاط حيوي. ومن أكثر الفوائد المهمة لهالمشروب بيساعد بعملية الهضم، لأنه الحمض بيساهم بشكل كبير وواضح بتكسير الطعام. والحمض الموجود بالليمون له فائدة على وجه الخصوص لاستكمال مستويات الحمض بالمعدة، بالإضافة إلى أنه شرب الماء بالليمون صباحاً بيدعم عامل الكبد وبيساعده على التخلص من جميع السموم المتراكمة بالجسم، مع الحفاظ على توازن السوائل ومنع الجفاف. كمان هالمشروب مميز للتهدئة وتحسين المزاج السيء والقدرة على العمل بنشاط، بحيث بتخترق الأيونات السالبة الموجودة بالليمون الجهاز الهضمي وبتنتج استجابة طبيعية ترفع مستويات طاقة الجسم. يعد الليمون والمي غني بفيتامين جيم، وهالفيتامين يعد من مضادات الأكسدة الأولوية يلي بتساعد على حماية خلايا الجسم من التلف أو التعب أو حتى قلة نشاط الجسم تجاه أي عمل، وبيحمي من عملية الأكسدة لاحتوائه على بعض المغذيات النباتية يلي بتساعد بحماية الجسم من الأمراض، وبتحتوي هالمغذيات على خصائص قوية تمنع نزع الخلايا من عملية الأكسدة. ما فينا ننسى أهمية الليمون والمي بفصل الشتاء، لأنه مقاوم كبير كتير لمرض الرشح أو الجريب، وبيحتوي على مضادات دفاعية كبيرة قادرة تهاجم أي نوع من الأمراض، بالإضافة إلى أنه بيساعد بزيادة مستويات البوتاسيوم بالجسم وبيعمل على تعزيز مناعة الجسم وبيخليها أقوى دائماً. كمان بيساعد بخفض ضغط الدم المرتفع. هالمشروب المميز والمتوفر بكل بيت سوري مهم جدا لصحتنا ولأعمالنا اليومية ولزيادة رشاقتنا.